لو في تورم في القدم او سخونيه او تغير في لون الجلد، لو في الم لاسعه او تنميل شديد جدا، ولو حصل قدم سكري بقى فيه جرح والجرح ده سيء الالتئام او ما بيلتئمش تماما. حوالي 6 سنين وسافرت وجت في رجل الشمال جزع فعملت لي غرغرينه في رجلي. فالعلاج الجديد دوت هو فعلا طفره، هو حاجه يعني فعلا سحر. لو حتى الموضوع تطور ان هو دخل في مرحله الغرغرينه ومقرر ليه البتر، رجلي بايظه بفضل الله وبفضل دكتور علي الحمد لله، ربنا الصابعين لمه وتمام التمام. احنا بنعالج كل الاعراض دي او كل المضاعفات دي بالاوزون. الناس اللي هتسالني عن القدم السكري، ازاي الاوزون بيعالج القدم السكري؟ حد عنده جرح بقاله سنين ما بيلتئمش او حالته سيئه، ازاي الاوزون هيفيد في الحاله دي؟ هقول له ان العلاج بيتم بشكل خاطئ. اي علاج موضعي للقدم السكري هو علاج فاشل او غير كافي. مشكله القدم السكري ان جرح الدم مش واصل له بشكل كافي، فبالتالي مفيش انسجه بتطلع، الاكسجين مش واصل بشكل كافي، البذره لو ما وصلتلهاش الميه مش هتنبت وتطلع نبته. برضه نفس القصه، القدم السكري جرح دم مش واصل له كويس، فمفيش انسجه هتطلع بشكل كافي. الاوزون بينشط الدم بشكل قوي جدا جدا، هو الحل الوحيد لتنشيط الدوره الدمويه وايصال الدم والاكسجين بشكل كافي للجرح. احنا بنشتغل على محورين، بنوصل الدم والاكسجين بشكل كافي للجرح، والمحور الثاني ان احنا بنعمل كمادات ميه اوزون على الجرح، او بنعمل باج كيس على الجرح عشان تعقيم الجرح. الجرح عشان يقفل بشكل كافي لازم 3 شروط، لازم السكر يتظبط، لازم الدم يوصل بشكل كافي للجرح، لازم الجرح يبقى نظيف. عندي السكر بقالي سنتين واكثر يعني، فكانت الفتره اللي فاتت دي كلها كان عندي بدات احس بارهاق كامل في جسمي. ما كنتش عارفه ايه اللي عندي، كنتش حاسس برجليا، كانت مشت رجلي كله، كان خلاص يعني كان بتاع الجراحه ده هعمل لك باتري. الاعراض اللي عندي ما كنتش بقدر احط رجلي على الارض، وعشان تفك وتقعد ساعه في حاجه بين صوابعي كانوا في جفاف خالص كده، تحس رجليا كان اي حاجه تقع على رجلي ما كنتش بحس بيها، مفيش دمويه مش واصله لرجليا. انا سمعت على الدكتور علي وانا قاعد بتفرج بظروفها كده على برنامج معين في التلفزيون، جيت عملت الجلسات وامر الله رب العالمين. المكان الثالث والرابع كنت حضرتك المشط ده من فوق كان تقدر تحط ايدك لجوه كله، يعني ايد الواحد كده تمشيها من جوه، كانت رجلي بايظه بفضل الله وبفضل دكتور علي الحمد لله، وكان الصابعين لموا وتمام التمام. الجلسه الخامسه وحاسه بتحسن يعني بدرجه 70%. بدات عمليه الاحساس، رجعت لي في رجليا التنميل، والله يعني اقل عندي تمام، وانا حتى روحي المعنويه ارتفعت لما بدات احس برجليا. اللي عايز يعرف ازاي العلاج بيتم بالاوزون، الاوزون ده غاز، العلاج بتاعه بيبقى عباره عن جلسات بتتعمل في العياده او في المراكز عندنا. الجلسات في منها كذا نوع، في جلسات عن طريق الدم، في جلسات عن طريق الشرج، في جلسات حقن موضعي، على حسب كل حاله وعلى حسب المرحله السنيه بتاعته وعلى حسب المضاعفات. جلسات الاوزون هي الحل الوحيد والفعال لتنشيط الدوره الدمويه لكل خلايا جسم مريض السكر. يعني في الجلسه الخامسه وحاسه بتحسن يعني بدرجه 70%. من ابتداء من الجلسه الرابعه والخامسه حسيت رجليا كانت حتى تبقى ساقعه، حسيت ان رجليا بدا فيها احس بسخونه في رجليا دمويه حصلت، بدات عمليه الاحساس رجعت لي في رجليا. جيت عملت الجلسات وامر الله رب العالمين. المكان الثالث والرابع كنت حضرتك المشط ده من فوق كان تقدر تحط ايدك لجوه كله، يعني ايد الواحد كده تمشيها من جوه، كانت رجلي بايظه بفضل الله وبفضل دكتور علي الحمد لله، ربنا الصابعين لمه وتمام التمام. بالنسبه لعدد الجلسات،
ان عدد الجلسات بيختلف من مريض للاخر، لكن بدايه الكورس بتبدا من اول 8 جلسات. اما بالنسبه لمريض القدم السكري واللي بيعاني من جرح والجرح لا يلتئم او في مضاعفات، في التهابات، في صديد، في ريحه سيئه ابتدى لا قدر الله يخش في غرغرينا، فده بنبتدي برده معاه من اول 8 جلسات وهو بيلاحظ الفرق او التحسن من اول جلستين ثلاثه ان شاء الله. الحمد لله كان الصديد نازل وبتاع، الحمد لله ربنا يشفينا. في ناس هتسأل طب يا دكتور انا خدت الجلسات والتنمير راح خالص والصحة بقت كويسة جدا والضعف الجنسي تعالج والصحة بقت تمام، او الجرح بتاعي قفل والتأم تماما وخلاص المشكلة اتحلت، هل بعد كده هرجع اتعب تاني؟ هقوله عشان تفضل الدورة الدموية عندك شغالة بشكل قوي وعشان مضاعفات السكر ما ترجع لكش تاني بعد كده، فانت بدل ما هتعمل جلستين او ثلاثة كل اسبوع، لا هتعمل جلستين ثلاثة كل شهر، كل اسبوعين ممكن جلسة عشان تفضل محافظ على فوائد الكورس اللي انت خدته وعشان تفضل الدورة الدموية عندك والمناعة والصحة العامة بشكل قوي. العلاج الجديد دوت هو فعلا طفرة، هو حاجة يعني فعلا سحر سحر.